فإذا إرسالية المسيح هي لتحرير الناس من القيود، من الظلمة. واحدة من الأشياء المهم التحرير من العنف، من القتل، من الشراسة. يعني واحدة من مواصفات آخر الأيام يكونون شرسين، الناس شرسة، في عندها روح العداء والكراهية وعاوزة تقتل، إما بالكراهية أو الحقد والضغينة، وفي كتير ناس فعليا عاوزة تقتل. واليوم أنا حابب يعني عن طريق المكالمة في شخص عزيز جدا على قلبي اختبر هذا النوع من الحرية. هذا الشخص اسمه عمار، وهذا الأخ أحبائي إذا صح التعبير أقول، لأنه كان بده يقتل، يعني الرب حوله من إرهابي إلى خادم للمسيح. وخليني أقول قبل ما أستدعيه أنه أكلمه، هذا الأخ أحبائي فعلا كان عاوز يقتل والرب كلمه، وبعدين صار مدمن، صرف الكلمة هاي، على نور لجميع الأمم، بيقرأ وتعرف على الرب يسوع المسيح. لكن اللي عاوز أقوله، هذا الأخ بحب الرب، بحب الخدمة، وعنده حكمة وروح الخدمة، دايما بيجيب السلام والوئام والمحبة والتعايش والإلفة والسلم بين حتى الإخوة وبين جماعات الرب. يسرني أن أستضيف على الهاتف الأخ عمار. أهلا وسهلا أخ عمار، أنت معنا على الهواء. يسعد أوقاتك أخ نزار. حبيبي أخ عمار، ربنا يباركك وشكرا كثير على استجابتك للدعوة. أكيد، لأن الرب يستحق نقدم له كل شيء. وبتشكر بالمناسبة، بتشكر القناة الحلوة اللي عم توصل كلمة الرب لجميع أنحاء العالم، وبتشكرك أنت بالذات إني كان لك فضل كثير بالخدمة معنا. ونحن عم نحكي اليوم موضوعنا عن التغيير والتحرير. التغيير أخ نزار هو إنك أنت تكون من الصفر باتجاه 360 درجة عكس الاتجاه. وهذا ما حصل معي، وهذا ما حصل معي أنا لما تقابلت مع شخص الرب يسوع. أنا ولدت في عائلة مسلمة، أخوان بيي كان أخوان مسلمين، وفي 83 الحكومة السورية قبضت عليه وحطته بالسجن. فكان عندي أنا شوق أني حارب الحكومة لأجل انتقام بيي. وبعد مرور سنين وأنا عم جمع كيف بدي حارب وكيف بدي جاهد وكيف بدي أعمل، مع مرور السنين أخوي الكبير بيطلع على لبنان بيشتغل هناك، وبيتعرف على شخص مبشر هناك بالمسيح، وبيتعرف على شخص الرب يسوع. أنا عم بحكي اختبار صريح. تفضل. ومن خلاله بيرجع أخوي على سوريا بيخبرني عن يسوع. وأنا هون كنت عند شخص علامة ما رح نذكر اسمه، جيت عم قل له إني أخوي هيك هيك. بعد مرور السنين وأخذ آيات وأجوبة، ما استفدت شيء من هالعلامة. وآخر شيء العلامة بيقول لي اقتل خيك لأنت تدخل الجنة وترتاح من العار. فأنا بعين الاعتبار بالدين الإسلامي حصل الشيء هذا. وبليلة جيت لعند خي قلت له اليوم انت لازم تسافر على لبنان، يا اما بدي اقتلك. فقال لي اللي معي اقوى من اللي علي، انا راح نام هون وما راح تقدر تعمل شيء، وانا واثق من الهي اللي عم صلي له انه يحررك ويغير حياتك. قلت له اوكي، اصرف لك، عم تتحمل مسؤوليتك. فانا حطيت سكين، اكبر سكين عندي بالمطبخ، على اساس الساعه 2 3 بالليل اني راح اقتله. هون انا انطرت الساعه
لحتى بصير 2 3 بالليل مشان ما يعذبني بالذبح. وبصراحة صارت الساعة 3:30 وأنا مشطح على التخت ناطر الوقت المناسب، وهون حلت الساعة إني لازم أقوم أقتله. فلما قمت بدي أقتله بصراحة كل جسمي على التخت انشل، من عدا عيني وقلبي عم بسمع صوت دقات قلبي وعيني عم تراقب الساعة. فجاهدت كتير لحتى أقوم أقتله ما قدرت، فهون تعبت ونمت. بالوش الصبح بدق لي الباب بيقول لي عمار قوم اشرب معي قهوة. فقمت مثل المجنون فكرت اني انا بحلم. رقدت على السكينة لقيت السكينة موجودة مع لي دم. قلت يا رب انا شو عملت، انا كنت بدي اقتل خيي او شيء. فانا عم بلبس ثيابي واقف على المراية بيورجيني شريط فيديو مثل فيديو الراب. بصراحة بيقول لي أخوك كان يسكر، كان يتعاطى مع بنات، كان يلعب قمار، كان وسخ، كيف ما كنت بدك تقتله؟ هلأ لأني آمن فيني بدك تقتله؟ لأني آمن بإله حي بدك تقتله؟ أنا هون ارتعبت. المهم خلصت لبس وطلعت لقيته قاعد فاتح الإنجيل وعم يشرب قهوة، فاضد لي فنجان قهوة. فهون انا قلت له اذا بتريد سكر الانجيل صراحة، وسكرته هيك بجفاف على الانجيل. قال لي بتعرف شو بيحببني فيك؟ قلت له شو؟ قال لي في شخص بالكتاب المقدس اسمه بولس شاول الطرسوسي، قال لي بيحب الرب بس ما بيعرف وين الرب لحتى تقابل مع شخص الرب. قال لي وهذا الشخص بيشبهني فيك، انت بتحب الرب بس ما عم تعرف وين الرب. وبلش يحكيني عن يسوع، وهو عم يحكيني عن يسوع بلشت انا ابكي وشوف هيدا الشخص عمار الكافر الوحش عم يتواضع وعم يسمع لكلمة الانجيل. بهديك الليلة سلمت حياتي للرب يسوع. وبصراحة هيدا الوحش الكافر اللي كان بدي يحارب ويقاتل ويجاهد وعم يلم سلاح وعم يلم صراحة كنت دخن وبلشت بدي شعل سيجارة ما قدرت. وهون طلع معي أخوي قال لي اتجه للرب. وشكرت الله أني الرب غيرني بهذاك الاتجاه من الصفر ل360 درجة، وعطاني تحرير كامل من كل عبودية وكل خطية. صرت ابن لإله واشهد عنه. أنا وعائلتي كلها نشكر الله تحررنا وصرنا أولاد لشخص الرب يسوع، وعم نحكي عن شخص الرب يسوع لأني مستحق كل شخص إنه يتغير، ولازم نوصل كلمته ولازم يعني نعرف فيه عن التحرير والتغيير. أخ عمار، يعني الرب غيرك من حب الانتقام والقتل إلى شاهد وخادم ليسوع المسيح. وأنا تعرفت عليك شخصيا وبشهد في هذا الشيء كيف التغيير اللي صار في حياتك. بس إذا ممكن هيك حتى ولو نص دقيقة أخ عمار، شو الإشي اللي لمسك في هوية وشخصية يسوع اللي غيرت حياتك؟ الشخصية اللي لمست حياتي أخ نزار أني أنا ما كنت حب نفسي، ما كنت حبها. حاول أي شخص أني بدي اعتدي عليه أو اقتله أو أي شيء وبيعطيك شيء أخ نزار. أنا لما تغيرت بعد يومين حملت سيارة سلاح ورحت كبيتها بالبحر. يعني هيدا السلاح كنت عم لمه اشتري بس لخزنه وحارب فيه. بصراحة أنا ماني خايف بصراحة، لأني هذا السلاح رحت أنا كبيته بالبحر ومشان ما حدا يستخدمه. أيوة. وفرطته حتى يخرب بالمي. ونشكر الله يعني هذا التغيير ما نهين. أنا عم بحكي على شاشة تلفزيون يعني ماني خايف، لأني
لو بدي خاف ما شفت عن الرب يسوع. فهذا التغيير قلبني، قلب حياتي من وحش لحمل يحكي عن شخص الرب. هاي اللمسة اللي لمستني. أخ عمار، يعني لو حبيت تعطي هيك نصيحة في هاي الفترة، شو بتحب تنصح المشاهدين اللي يمكن في نفس الوضعية، في نفس الحالة، عندهم الشراسة وحب الانتقام والقتل وتتغير حياتهم؟ أخ نزار، أي شخص وحش مثلي كان، سوري على التعبير، يقعد يفتح الإنجيل وقبل ما يبلش يقرأ الإنجيل أو الكتاب المقدس كامل يعرف، يصلي بالروح، قال له يا رب اعطيني روحك واعطيني إرشادك، لأني من دون روح الرب لا يمكن تفهم شو الكلام اللي عم ينحكى. بدك يعني لما تقعد أنت بهالكتاب الإلهي اللي عم يحكي عن كلمة الرب، بدك تقريب الروح القدس. روح الله اللي عم تتكلم بداخلك، وهي صدقني بس واحد صلى للرب وقال له يا رب اعطيني، اذا كنت انا عماشي معك صح او غلط، صدقني راح الرب راح يكلمه الكلام الحقيقي. ربنا يباركك يا اخ عمار، انت في محبتنا وصلواتنا، وسلامي لكل الاسره واولادك ايضا، وكمان سلام للخدمة اللي بتقوم فيها، الخدمة الرائعة. شكرا كتير يا أخ عمار على هذا الوقت اللي قضيته معنا، ربنا يباركك. حبيبي يا أخ نزار، الله يباركك ويبارك خدمتك ويوصل كلمتك الحية الفعالة اللي عم توصل كلمة الرب لجميع أنحاء العالم. شكرا. وبشكر هالقناة مرة تانية، لأن هاي القناة كان لها تأثير كتير علي لما أنت كنت تحكي عن كلمة الله من أرض الواقع. من هذيك الأيام أنا تغيرت أخ نزار في عام 1999. يعني ماني اليوم متغير عن جديد أو شيء، لا. بصراحة كلمة الرب نعشت قلبي، نعشت حياتي، نعشت الأثر فيه، ونشكر الله على كل شيء. حبيبي نشكر ربي أخ عمار، ربنا يباركك، وإن شاء الله بنبقى على تواصل. ربنا يحميك وربنا يباركك. كان معنا الأخ عمار، أخ صديق وعزيز على قلبي، والرب تعامل معاه بقوة وغير حياته. والشيء الجميل أنه شهادة حية، أنه مش بس هو تغير، زوجته تغيرت وأولاده تغيروا وكل العيلة عم بيخدموا الرب يسوع المسيح.